سجناء في منازلهم يمنيون وقعوا رهينة الألغام وضحية الخوف منها، كما تقول رئيسة لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة. المسؤولة الأممية التي تحدثت لصحيفة الشرق الأوسط اتهمت ميليشيا الحوثي بزراعة الألغام والتسبب بجعل اليمنيين حبيسي بيوتهم بعد أن حولت القرى والمدن إلى حقول من الألغام في مخالفة واضحة للأعراف الدولية. وفق المصادر الحكومية فإن عدد ضحايا الألغام بلغ أكثر من 3000، بينما تجاوز عدد القتلى 2000 بينهم نساء وأطفال. واتهمت وزارة حقوق الإنسان الحوثي بزرع الألغام في البنى التحتية والمزارع والمناطق المأهولة بالسكان وأماكن الاصطياد وحتى داخل المنازل. لا توجد إحصائية دقيقة لكمية الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، وذلك بسبب قيامها بزراعة الألغام بشكل عشوائي ومن دون خرائط في المناطق التي تتركها، وهو ما يعرض المواطنين للخطر ويضع الكثير من الصعوبات أمام الفرق الهندسية الخاصة بنزع الألغام. ومنذ يونيو 2018 وحتى سبتمبر الجاري فإن عدد الألغام والذخائر التي قام مشروع مسام السعودي بنزعها بلغ أكثر من 90,000، لكن الخطورة تكمن في استمرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم المساعدات لميليشيا الحوثي باسم تمويل نزع الألغام، رغم كونها المتهمة الأول في زراعتها، في ظل اتهامات محلية ودولية لميليشيا الحوثي باستخدام هذه المساعدات الأممية في زرع الألغام في مناطق جديدة، وهو ما يمثل تهديداً دائماً للمدنيين وأرواحهم.